الطحين، الطحين يستخدم لي حاجات كثيرة في الطعام، يعني دائما ما الطحين يكون، سوي بيه كيك، سوي بيه خبز، سوي بيه صمون، نسوي بيه كل هاي السوالف. حتى سياح يمكن نسوي بالطحين، لو لا ما اعرف زين ذاك التمن مو السياح التمن. المهم فالطحين له هواية استخدامات، ولكن هذا المواطن استخدم الطحين بدس السم. يعني شنو؟ يقول لك القوات الأمنية تعتقل متهما بدس السم في الطحين مما أدى إلى وفاة ابنة عمه بسبب خلاف على الميراث. الفكرة، أنا أريد الفكرة، يعني الفكرة، الفكرة اللي أنت من خلالها خليت السم بالطحين، شلون جتك؟ شلون جتك؟ سويت اجتماع عبر الزوم ويا الشيطان؟ عبر الزوم يعني لو شنو؟ شلون جتك الفكرة إنه تخلي السم بالطحين؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ أنا نفتهم؟ هذا هو المواطن يا أخوان اللي دس السم بالطحين وأدى إلى وفاة ابنة عمه، والحمد لله إنه تم القبض عليه.